السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الأحباب، فأولا نرحب بكم جميعا ونرحب بسيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد، حيث حضر معنا في جلسة الختامية في هذه الدورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فاختصارا للوقت، فنرجو من سيدي أن يفتح هذه الجلسة بقراءة ترتيب الفاتحة. الفاتحة، إن الله يكتب لهم النفع الكثير والفائدة الكبيرة بما تم بينهم في هذه الدورة، ويجعل لها سبحانه واسع الآثار، ويجعل لها سبحانه وتعالى كثير النفع وكبير الانتفاع في أنفسهم وفي من يدرسونه وفي مدارسهم وفي أحوالهم وشؤونهم، أن الله يجري لهم وعلى أيديهم الخير، وأن الله يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يبارك لهم في هذا الاختتام ويرزقهم سبحانه وتعالى طيب الثمرات على مدى الأوقات، ويجعل لهذه الجلسات وما دار بينهم ثمرات مستمرة تتجدد على مدى الأحيان، وأن الله سبحانه وتعالى ينور بهم القلوب وينورها لهم وينور لهم البصائر وينور بهم البصائر، وأن الله يلهمهم الرشد في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ويجعلهم من أهل نصرته ونصرة رسوله ونصرة الحق وأهله في لص وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجزا الله الحبيب عمر، فنستمر برامجنا بمشيئة الله إن شاء الله. سيلقي علينا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد الكلمات التوجيهية لكم، فإليه فليتفضل. الحمد لله ونسأله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده الهادي محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث بالحق والتحقيق، وعلى آله وصحبه وكل مقرب صديق، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وأهلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فإنكم بفضل الله تعالى اجتمعتم على مقصد سام شريف، وهو كيفية خدمتكم لرسالة التعليم لخصوص التربية الإسلامية في الجامعات، وذلكم أمر عظيم يحتاج إلى إخلاص قصد فيه وصدق نية مع الحق جل جلاله وتعالى في علاه، ويحتاج إلى سعة فكر وتمام صفاء في الباطن وطهر، ويحتاج إلى أن يحمل هذا التعليم بالرحمة والشفقة والحرص في تبعية المربي الأعظم والحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه عنتكم مشقتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فمدرس التربية الإسلامية إذا اجتمعت فيه هذه الصفات ثم أحسن البيان وحضر إلى حيث يلقي المحاضرة في الجامعة، وكان قد قام نصيبا من الليل، وكان قد خضع لرب العرش في ركوعه وسجوده، وكان له صلاة فجر في جماعة، وكان له نصيب من تلاوة القرآن، فإنه حينئذ سيكون له الأثر الطيب، يكون له الأثر الطيب
في نقل نور التربية الإسلامية، لأنه ليست التربية الإسلامية مجرد معلومات تنقل، ولكنها تزكيات، ولكنها تنقيات، ولكنها تقريبات، ولكنها وصل برب الأرض والسماوات من طريق خير البريات عبد محمد صلى الله عليه وسلم. فالقلب الذي تنور بنور التلاوة وصلاة الجماعة وأخذ النصيب من الذكر وأخذ النصيب من قيام الليل يكون أعظم تأثيرا وأقوى فائدة لمن يستمع إلى لسانه حين ينطق فيما يتعلق بعلم الشريعة المطهرة وعلوم الكتاب والسنة وعلوم الإسلام والإيمان والإحسان. فعلوم الإسلام ما تعلق بشؤون أحكام الشريعة الغراء، وعلوم الإيمان ما تعلق بما يجب الإيمان به من الحق وصفاته وعظمته وأنبيائه ورسله وملائكته واليوم الآخر وما أعد الله في الجنة والنار وما إلى ذلك، وعلوم الإحسان ما تعلق بتزكية النفس وصفاء القلب والتخلق المعنوي الباطني بالذوق الوجداني لتحقيق الصفات المحبوبة عند الله تبارك وتعالى. تدور هذه العلوم على وجهة صادقة إلى الحي القيوم وتبعية تامة للنبي المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. أما إنكم من خلال هذه الجامعات رسل هذه الشريعة وهذا المنهاج النبوي وهذا النور الرباني إلى الأمة من خلال مواقعكم في هذه الجامعات بكم يرد كيد الكاذبين والكافرين ممن يغير معاني وحي الله وبلاغ رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يريد أن يفهمه الناس على غير وجهه وعلى غير حقيقته، كما أنكم منبهين للضمائر وموقظون للقلوب من غفلتها وسباتها للقيام بأمر الله كما ينبغي. ألا إن تدريس علوم الشريعة وعلوم الإسلام والإيمان والإحسان نيابة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليستحضر كل مدرس ومدرس منكم نيابته عن زين الوجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرعى حق هذه الأمانة ويبلغ هذه الرسالة في توأدة ووقار وسكينة وحسن استيعاب لمن حواليه وإرادة ربط لهم بإلههم. أخذ الله بأيديكم وأجر الخير الواسع الكثير عليكم وعلى أيديكم ولكم وبكم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثبت الله قلوبكم وشرح صدوركم وأعانكم على أداء هذا الواجب والأمانة الكبيرة في لطف وعافية، ورعاكم الله بعين عنايته. ونستودع الله ما آتاكم وما تفضل به عليكم، ونستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ورعاكم الله بعين عنايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله الحبيب عمر على ما أفاد علينا من هذه التوجيهات القيمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الجلسات الطيبة. فننتظر منكم المداخلات أو السؤال، إذا عندكم شيء فممكن ترسلون عبر هذه الجروب لأسستم، فتفضلوا فنحن في انتظاركم. هنا بعض الأسئلة سيدي. أولا، قد حصلنا الإجازة السند في العلم، والآن نرجو منكم الإجازة في القراءة المعينة.
القراءة مثل خلاصة المدد أو شيء الأذكار. الأذكار. ما حواه خلاصة المدد من أذكار لكم الإجازة فيه، كما نجيزكم في المحافظة على آية الكرسي وألم نشرح، والإخلاص ثلاثة والمعوذتين بعد كل صلاة وعند النوم وعند الدخول والخروج من البيت إلى البيت ومن الجامعة وإلى الجامعة. قبلنا الإجازة، جزا الله خير. وهناك كذلك السؤال: ما المادة المهمة التي لابد علينا أن نعلم إلى الطلاب في الجامعة؟ ما يتعلق بسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره وأخبار أصحابه، ثم أخبار الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وربط ذلك بالواقع في الناس وبأخلاقهم وبما يمارسونه ويقومون به، والتذكير بأمر المصير إلى الله والدار الآخرة، والتنبيه على الأخلاق، والحث على الاستمساك بحسن الأخلاق وتهذيب صفات النفس. هناك أسئلة أخرى. طبعا معنا طلاب كثير الخلفيات، ومعظمهم عامة في مستوى العلوم الدينية، وكيف نرقي إيمانهم وهم في مرحلة التقليد في الإيمان؟ يكون ذلك بفيضان الرحمة من قلوبنا إليهم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، وكذلك المعلم هو أب لهؤلاء الطلاب، أب لأرواحهم، فينبغي أن يرعى حق هذه الأبوة بحسن التربية. وشان الإيمان ما أخذ بالجزم فهو مقبول، والوصول فيه إلى مراتب علم اليقين وعين اليقين إنما تكون بعد حسن النظر في الأدلة الواردة، تكون بحسن العمل. حسن العمل وحسن الخلق وكثرة الذكر لله وتصفية القلب يوصل بها إلى علم اليقين، ثم إلى عين اليقين حيث كمال الإيمان. فاليقين عبارة عن قوة الإيمان ورسوخه في القلب حتى يصير كالجبل الراسخ واحد، لكن يبدأ بعلم اليقين، ومن عين علم اليقين ينتقل إلى عين اليقين، ثم يأتي حق اليقين. وهذه مراتب ثلاثة لليقين مذكورة في القرآن الكريم، اثنتان منها في سورة التكاثر، قال تعالى: لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. وقال في آخر سورة الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ولا يمكن الوصول إلى عين اليقين إلا بعد الوصول إلى علم اليقين، ولا يمكن الوصول إلى حق اليقين إلا بعد الوصول إلى عين اليقين. فمن أيقن أنكم مثلا مجتمعون على في هذا الختام لهذه الدورة في هذا المجلس علما يقينيا جازما قاطعا، فهو في مرتبة علم اليقين. قد يكون أولا في رتبة المقلد في الإيمان إذا سمع عن وجودكم وغلب على ظنه ذلك، ولكن سمع الخبر من صادق لا يكذب في عادة أمره وشانه، فيكون عنده إيمان. لكن إذا سمعه من اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ينتقل إلى علم يقين. لكن إذا جاء ورآكم وشاهدكم ينتقل إلى عين اليقين. ولكن إذا دخل بينكم وجلس ينتقل إلى حق اليقين. فهذه المراتب الثلاثة للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تبدأ بالإيمان المطلق ثم بعلم اليقين ثم عين اليقين، ومرتبة حق اليقين للنبيين وكمل ورثتهم من الصديقين. فنأخذ بأيدي هؤلاء الطلاب وإن كانوا في مبتدأ الإيمان
لنقوي إيمانهم بواسطة ذكر الأدلة من الآيات والأدلة العقلية، وبواسطة بعث رغبتهم في الوجهة إلى الله تعالى وتعليمهم الذكر للحق سبحانه وتعالى. وكذلك السؤال: وكيف نطبق الأركان الدين الثلاثة في هذا العصر حيث تطورت التقنية والعولمة والناس متجهون إلى المادة؟ بأن نسخر المادة لما خلقنا وخلقت من أجله، وأن لا نجعلها غاية لنا كالمخدوعين الذين خدعوا بها، ولما هي إلا وسيلة متاحة موهوبة من قبل الله الذي خلقنا وخلق المادة لنا، ولم يخلقنا من أجل المادة. فنحن نستخدم كل الوسائل التي معنا في تحقيق المراد الذي خلقنا من أجله، ومهما حصل من فساد في الزمان وانصراف عن الحق وإيثار للدنيا وتعظيم لها، فإنه لا ينقطع سر الصلة بالله ولا الارتقاء في درجات الإيمان والتحقق بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان التي هي أركان الدين. فالإسلام بالاستسلام لأوامر الله واجتناب نواهيه محبة وتعظيما يصحبه تصديق بوجود الحق وبالرجوع إليه وبما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوى هذا الإسلام والإيمان بواسطة العلم والبيان، فنقويه بمعرفة علوم الإسلام والإيمان والاطلاع على النصيب الوافر منها، ثم بحسن العمل وحسن التخلق وتصفية القلب يأتي الانتقال إلى رتبة الإحسان. ورتبة الإحسان هي رتبة مراقبة للحق. قال نبي الله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، كأنك تراه، مأخوذا بكليتك، كأنك تراه جل جلاله وتعالى في علاه. هذا الأمر يبدأ باستشعار أنه يراك ويطلع عليك ومحيط بك، ورسوخ هذا الاستشعار والاستحضار أنه مطلع عليك مفتاح الإحسان. ومن الإحسان إذا قمنا بحقه تأتي الارتفاع إلى رتبة تسمى رتبة العرفان، وهي المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، يرتقى إليها بتحقيق الإحسان. فمن الدائرة الأولى التي هي دائرة الإسلام والإيمان يكون الرقي بواسطة العلم والبيان، إلى الدائرة الثالثة دائرة الإحسان، وهي مفتاح لما بعدها من المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، وتلك غايات لا نهاية لها، وفر الله حظنا وإياكم منها. هناك أسئلة: كيف نحفظ إيماننا على الطريقة الصحيحة في زمان الفتنة خصوصا في أجيالنا؟ ثلاثة أمور يقوى الإيمان: الأول حسن التأمل في آيات الله، بأن يكون لنا ورد من كلام الله ونتدبر ما قال عن أوصافه وأسمائه وصفاته وعن أنبيائه ورسله وعن اليوم الآخر. فتكرير ذلك بعد التدبر من أقوى أسباب قوة الإيمان. ثانيا أن يكون لنا فكر صحيح في عظمة الحق من حيث بداعة الصنع في المصنوعات والكائنات، وتأمل ذلك بعين الاعتبار والادكار. والثالث كثرة ذكر وحسن تطبيق، يعني اجتناب المحرمات واجتناب المنكرات واجتناب الشبهات وحسن تطبيق للعلم بالعمل، فهذا السبب الثالث. فالأسباب الثلاثة إذا اجتمعت يقوى الإيمان في كل يوم، في كل ليلة، في كل أسبوع يزداد زيادة زيادة ما واظب الإنسان على تدبر آيات القرآن وعلى حسن التفكر في الآيات الكونية
وعلى الذكر مع حضور القلب مقرونا بحسن العمل بالشريعة بمجانبة المحرمات ومجانبة المكروه. ثم إن في قصص الأنبياء وقصص الصحابة أقوى العدد لتقوية الإيمان واليقين، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ثبتنا الله وإياكم. فربما هذه السؤال الأخير سيدي، أو تعطيهم أو ما قبل الأخير. مرحبا. هناك أسئلة. رغم أن الحكومة قد توقفت ومنعت جمعية حزب التحرير الإندونيسي، ولكن لهم حركة بحلقات متنوعة للطلاب بالجامعات خاصة في جامعة عامة، كيف تواجه حركاتها؟ هذه وغيرها يجب أن يكون التركيز على الحقائق العلمية وتوضيح الأسس التي يقوم عليها الفكر الصحيح ويعرف بها بطلان الفكر الباطل، من دون ذكر أسماء أصحابها ولا ذكر أحزابهم وما إلى ذلك. فيكون أداء الدور في هذه القضايا بخدمة أصل القضية من الجهة العلمية والجهة النفسية والفكرية، بتوضيح الأسس وتوضيح الأدلة والكلام عن المضمون في المسائل من دون ذكر مصطلحاتهم ولا أسماءهم حتى لا تثار النفوس. والذين يشتغلون بشيء من السرية وبشيء من المحاولة وبالتكتم كثير، سواء أصحاب الفكر أو أصحاب الخلق المنحرف السيء، لهم إرادة نشر لهذا السوء. فعلينا أن نؤدي الدور في التنفير من سيء الأخلاق وذكر أضرارها وشرورها وآفاتها في الدنيا وفي الآخرة على البدن وعلى الإيمان، ونستحثهم. فهذا الذي في أيدينا يجب علينا بذله، ومع الاستعانة بالله وبذل ما في الوسع يدفع الله شر المتربصين والكائدين والذين يريدون إيقاع الضر بأي وسائل وإن كانوا يخفون ما عندهم. هناك السؤال. طبعا نحن كمدرسين في جامعة العامة نواجه كثير من الأشياء الدنيوية والبيئة غير إسلامية، كيف نحصل التزكية في هذه الحالة؟ وكما نرجو منكم الدعاء. نعم، الله وياهم بعين عنايته، وكتبنا لهم كمال التوفيق. عند انتشار الفتن ووجود المغريات والمؤثرات السلبية وقلة المعاونين يعظم الأجر، يعظم القدر عند الله للمتمسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج، في الفوضى وانتشار الفتن، كهجرة إلي يدرك صاحبها فضيلة الذين هاجروا في سبيل الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجود هذا الانحطاط في الجامعات وغيرها هو بالنسبة لصاحب العزم الصادق والقرار في نفسه على الاستقامة سبب لرقية وسبب لرفعته. كان سيدنا إبراهيم الخليل نبي الله صلى الله على نبينا وعليه وسلم، أيام مرت عليه في الأرض هو وحده المؤمن في الأرض، أهل الأرض كلهم كفار، كان وحده مؤمن، حتى قال الله عنه: إن إبراهيم كان أمة، وحده أمة، لأنه وحيد على دين الحق، ولكن ثبت وصبر حتى هدى الله به من هدى. فكذلك انتشار الفتن والمغريات ودواعي السوء بالنسبة للصادق المتماسك سبب لرقية وسبب لمضاعفة أجره وثوابه. فحينئذ يكون تمسكه بالقيم وبعده عن المحرمات في هذا المحيط أرفع لدرجته عند الله،
وهو من أقوى الأسباب في التأثير المعنوي الروحي في الدعوة إلى الله تعالى. سلوكه هذا وتميزه من بين من حواليه بغض البصر وبالبعد عن الكلام غير اللائق وعدم المصافحة للأجنبيات وأمثال، تميزه بهذه الأشياء مع وجود ذكر الله، مع وجود عقل أيضا وحكمة يمضي بها في مساره وفي سلوبه وفي هيئته، بحيث لا يتخذ هزؤا ولا محل ضحك عليه، ولكنه بوقار وبحكمة وبعقل وبرزانة في التصرف وفي إيراد الكلام، كل ذلك يجعله نورا وسط الظلمة، وإذا جاء النور غطى الظلمة بإذن الله تعالى. فالثبات الثبات، ثم التعاون مع من يريد الخير أيضا من بقية المدرسين والأخوان، فمهما كان في أي مكان وفي أي موقع، كثير من الشر لا يخلو من وجود خير ولا يخلو من وجود أخيار، فليرتبط بالخير والأخيار وليتعاونون بينهم البين، ويحصل لهم عون الله تبارك وتعالى ويد الله مع الجماعة. وفقكم الله وثبت أقدامكم وثبت قلوبكم ونظر إليكم وشرح صدوركم وأجرى لكم وعلى أيديكم الخير والمنفعة والبركة والانتفاع والنفع والهداية والصلاح والفلاح والنجاح. اللهم اكتب لهم كمال التوفيق، والحقنا وإياهم بخير فريق، وأعذنا وإياهم من الآفات والتعويق، وزدهم همة وإيمانا ويقينا، وقنا كل سوء حاط به علمك ظاهرا وباطنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. جزا الله الحبيب عمر على ما أفاد علينا من هذه المحاضرة القيمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا النعمة والبركة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.